Is dat A, B, C of D? Oké, we wachten nog even. أولا الله خلق الإنسان ليكون فرحا. Ook daarvoor ook de dienaar van de groep. Opschrijven wat zij willen. 5, 4, 3. Wie wordt de winnaar van Expeditie 2019? Is het Team Roos of Team Roos? Team Roos, jongens! معسكر الكريسماس السنة دي كان بيشمل على عدد كبير جدا من المشتركين، وكنا بنعد أربع برامج لأربع فئات مختلفة. أولا كان في برنامج خاص بالعائلات، بالأب والأم، الناس الكبار يعني، وده كان في موضوع كبير اللي هو عن بيتكلم عن الله والإنسان، علاقة ربنا الناس، علاقة الناس بربنا. اتكلمنا عن محبة ربنا، واتكلمنا عن الحرية اللي ربنا بيديها للإنسان، واتكلمنا كمان عن الحياة، الفرح في الرب، ازاي ربنا بيسعى ان الانسان يكون فرحان وسعيد بطريقة سليمة يعني. وكانت محاضرات جذابة وشيقة، وكان في ورش عمل، وكان في اشتراك جميل من الناس الكبار في هذا العمل. بعد كده كان في برنامج تاني للاطفال الصغيرين، الكلوترز اللي هم الحضانة يعني. وبعد كده كان في برنامج تاني لمرحلة ابتدائي لحد سن 12 سنة، وكان في برنامج رابع للشباب. والحاجة الجميلة السنة دي ان الشباب هم اللي كانوا بيخدموا الأطفال وبيخدموا ابتدائي، فدي حاجة مبشرة بالخير ان الجيل الثاني ابتدى يتحمل المسؤولية في ان هو يخدم ويبقى حلقة وصل بين الأطفال الصغيرين دول وبين الكنيسة، ويقدم لهم الكنيسة بطريقة شيقة ولذيذة. كان في برامج تسبيحة وقداس، وكان في دروس، بالإضافة لبعض الألعاب وبعض الترفيهات اللي على هامش المؤتمر يعني، كان لابد من وجود عشان الأطفال يعيشوا سنهم ويلعبوا، لأنها كانت أجازة برضو. السمر كان كتير وحلو خالص وبركة، وبتبقى فرصة جميلة جدا ان الخدام يحتكوا بالاطفال ويعلموهم عادات روحية سليمة جميلة، ويصلحوا من سلوكياتهم ومن طريقتهم وطبيعتهم.
نشكر الله على هذا العمل، وبنشكر الخدام اللي تعبوا وأعدوا وسهروا وبذلوا مجهود في إخراج هذا العمل بطريقة جميلة. شكرا جزيلا. نشكر سيدنا الحبيب انه بيتيح لنا الفرصة دي، وهو متعود دايما يجمعنا على محبة الكنيسة ومحبة الآباء. السنة دي عندنا 300 مشترك في المؤتمر بين أسر وشباب وأطفال، وموضوع المؤتمر جميل السنة دي وشيق، بيدور حوالين الله والإنسان من خلال ثلاث محاور: الله ومحبة الإنسان، الله وفرح الإنسان، الله وحرية الإنسان. والحقيقة جينا يوم الاثنين، وإن شاء الله المؤتمر يخلص يوم 26 ليوم الخميس. الناس كلها مبسوطة وفرحانة بالمكان، وده مكان مؤتمرات مسيحي بنتجمع فيه كل سنة، بنعيش مع بعض أحلى 4 أيام. فكل سنة وانتم طيبين، ودايما السي تي في موجودة معانا ومشرفانا. المميز السنة دي في الكامب بتاعنا كان ان احنا العدد كان كبير، الاولاد كانت كتيرة، وباسم الصليب الخدام كانت كتيرة، خدام الجيل التاني والتالت، كنا مبسوطين بيهم قوي، والانرجي بتاعهم كتير قوي، وعندهم افكار جديدة كتيرة حلوة، فاحنا كنا فعلا فخورين بيهم ومبسوطين قوي انهم عرفوا يجوا معنا المرة دي وتشجعوا. احنا هنا في المؤتمر بتاع الكريسماس بتاع الشباب، في كذا سن مختلف، وكل واحد عنده برنامج بتاعه، بنجرب نبسط الولاد، نحسسهم بدافع عيد الميلاد، ونعرفهم برضو معلومات كتيرة. فبنركز كل سنة على تيم مختلف يخص عيد الميلاد، وغير كده بيبقى فرصة لنا كخدام ان نقرب لأولادنا ونحبهم ونبقى وسطيهم ونلعب معاهم، وبنتبسط اخر السنة. يعني الحمد لله السنة دي 60 واحد وواحدة جايين يخدموا معنا، فحتى الخدام بيتشجعوا ان هم ييجوا من اللي بيشوفوه في الكامب. انا فرحانة علشان جيت هنا، علشان انا بتعلم حاجات كتير هنا، والاولاد هنا حلوين.